جزء مهم جدا واحنا بنتكلم على الاهلي والزمالك، فكره توصيه لجنه التخطيط في النادي الاهلي بعوده 4 معارين، صلاح محسن، اكرم توفيق، ناصر ماهر، ومحمد شريف. عودتهم يا كابتن والحاجه ليهم، او هل المكان دلوقتي بقى مناسب بالنسبه لعودتهم مره اخرى بالنسبه للاماكن داخل النادي الاهلي؟ وفي نفس الوقت هل هم وصلوا لمستوى رائع يخليهم لما يرجعوا يقدروا يحجزوا اماكنهم الاساسيه داخل الفريق يا كابتن؟ اعتقد ان هم حطوا ايدهم على 4 لعيبه هيفيدوهم. يعني لو مسكنا واحد واحد، محمد شريف هو ولا جيرالدو؟ بمنتهى الامانه محمد شريف كابتن، هو طبعا راجل هداف وراجل عمل شكل لامبي، وكان ولاعيب خطير ومتحرك، وعلى الاقل على الاقل ان هو عارف النادي الاهلي عايز ايه وجماهيره عايزه ايه. وهو لما جه وخرج ورجع اعتقد ان مش هيفوت الفرصه دي. نفس الكلام على اكرم توفيق، انا شايفه ان من احسن الديفندرات اللي في مصر دلوقتي اداء وقوه، وحتى كره التوارد وبيطلع بيروح يهاجم. هو ده اللي احنا عايزينه. يعني عايزين ان الديفندر دلوقتي يتحرر ويطلع يجيب اجوان، واخد بالك، ويلعب كوره ويقطع كوره ويباصي كوره، يعني انت واخد بالك، ده الديفندر اللي هو المودرن او الحديث اللي هي في الكوره دلوقتي. تالت واحد ناصر ماهر، اعتقد ان مفيش معلم دلوقتي في النادي الاهلي غير قفشه. وهو لو جه جنب قفشه مع صالح جمعه اعتقد ان التلاته هيبقى في منافسه شرسه، واعتقد ان حاجه زي كده هترجع صالح جمعه تاني لما يلاقي اتنين وهو التالت لازم يفحص. طب ما هو صالح جمعه كابتن، تفتكر ان هم الموسم ده هي يعني عاوز الموسم القادم هيبقى متواجد، ولا خلاص دي بالنسبه له نهايه اخر الموسم بالنسبه له الموسم ده كابتن؟ والله دي بقى ده قرار مدير فني ثم مجلس اداره. يعني انت ما شفناش صالح جمعه كابتن في اخر 5 ماتشات اللي هو خلاص يمكن كان المفروض المدير الفني بيجرب كل اللاعبين. صالح انا اخر مره كنت معاك عاتبته بشده لان اكتر واحد دافع عنه. فلما شفته مع موسيماني الماتش اللي هو نزله 10 دقايق ولا 5 دقايق لقيت جسمه زايد جدا. امال انت يمكن انتقدته معاك وقلت امال انت بتتمرن طول السنه على ايه؟ يعني انت مفروض حتى لو بتتمرن بتستنى الفرصة ان هي تاخدها عشان تثبت للناس ان الناس بتتكلم عليك عشان عايزاك، فانت تثبت لهم ان انتوا صح، انما احنا صح وهو اللي كان غلط. يعني انت بقالك سنة بتتمرن مش قادر تنزل نفسك 5 كيلو، وانت شايف ان في صراعات عليك وفي مشاكل عليك وناس بتحارب عشانك وناس بتخسر ناس عشانك، فمفروض بقى يبقى كان عندك دم شوية يا عم صالح. يعني تنزل تتمرن انت حتى لوحدك تجيب نفس. احنا كنا لما بيحصل حاجه يا عم محمد اقسم بالله كنا بننزل نتمرن لوحدينا من غير بقى لا كان لسه الجيم ولا الكلام الفاضي ده ولا، واخد بالك، فبتحس ان انت عشان لما يجي المدير الفني يحتاجك انت تحرجه. صح كلامك، واعتقد لو هو كان حرج موسيماني او فايلر اقسم بالله الدنيا كانت هاجت وقامت عشانه.